مشاهدينا الكرام، مشاهدي زيو سيتي بوان نت، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص. مشاهدينا الكرام، لطالما تمنينا ولطالما نادينا بان تكون لنا نخب سياسيه باقليم الناظور تترافع وتدافع عن اقليم الناظور، تترافع وتدافع عن مصالحه الاستراتيجيه، عن ساكنته. لكن في الكثير من المحطات السياسية أصبنا بخيبة أمل لعدم وجود نخبة سياسية قادرة على اختراق المناصب بالأحزاب الوطنية. لكن سنة 2016 حملت لنا البشرى السعيدة الدكتورة ابتسام الراس ابنة مدينة زايو، تحتل مكانة مهمة، الاحتلال إيجابي طبعا، تحتل مكانة مهمة داخل أحد أعرق الأحزاب الوطنية اتحاد الشعبي للقوات الشعبية، تتبوأ مكانة رفيعة وكيلة اللائحة الوطنية لهذا الحزب العتيد. لالا ابتسام أهلا وسهلا ومرحبا بك. دكتورة ابتسام، يعني احتلال هذه المكانة كيفاش درتي لها؟ يعني كيفاش وقع انت تفاجئنا الدكتوره ابتسام على راس اللائحه الوطنيه ابنه مدينه زايو ابنه اقليم الناظور؟ هذه الدلاله هذه ربما كيفاش كتشوفيها؟ كوني وكيله اللائحه الوطنيه لحزب الاتحاد الشعبي للقوات الشعبيه، اولا هو تشريف للشباب، تشريف للمراه الامازيغيه، تشريف للجهه الشرقيه التي انجبت مجموعه من المناضلين من طينه عمر بن جلون. احتلال ديالي لهذه المرتبة جاء عبر ثلاث من المراحل. المرحلة الأولى قدمنا ترشيحات حطت فيها لجنة التأهيل، بعدها مشينا لهاد المؤهلين مشاو للجنة الإدارية، تم التصويت داخل اللجنة الإدارية التي تعتبر هي برلمان الحزب، هي الجهاز المقرر داخل الحزب. تبوأت في المرتبة الأولى يعني بعدد مهم من الأصوات. من بعدها جات المرحلة تاع التصويت تاع المكتب السياسي اللي هي النهائية، وتم الاعلان عن النتائج بتبوئ المرتبه الاولى. يعني واش كنتي المراه ديال التوافقات في هذه المرحله الانتخابيه داخل حزب الاتحاد الاشتراكي؟ وزعما يعني كيفاش يعني تحصلتي على الثقه ديال الاتحاديين باش تكون عندك هذه المكانه؟ الثقه تاع الاتحاديين حصلت عليها لانني ماشي منزله ولا جديده على حزب الاتحاد، انا ابنه الاتحاد في اسره اتحاديه، بنت شبيبه من القطاع النسائي. تنحتل مجموعه تاع المواقع داخل الحزب، انني يعني عضوه اللجنه الاداريه للحزب، عضوه الكتابه الوطنيه للمنظمه الاشتراكيه للحزب، عضوه الكتابه الاقليميه للناظور، المنسقه الجهويه للحزب بجهه الشرق، وعضوه في السكرتاريه الوطنيه لقطاع الصيادله الاتحاديين. الاتحاد الاشتراكي حزب عتيد، حزب عريق داخل ارض الوطن. هذا الحزب هذا اللي عنده مجموعه من النساء اتحاديات بارزات على المستوى الوطني وحتى خارج ارض الوطن، النساء اتحاديات بارزات. الدكتوره ابتسام، هذه المكانه اللي تبوأتيها واش ما كتشوفيهاش بانها يعني مسؤوليه كتعظم امامك المسؤوليه؟ ما كتفكريش فيها يعني بعد هذا التعيين هذا؟ الثقه اللي وضعها فيها برلمان الحزب والقياده تاع الحزب هي ماشي تشريف، بالعكس انا تنشوفها مسؤوليه وخصني نكون قد المسؤوليه ون يعني نحمر الوجه نتاع الحزب ديالي، لان حزب الاتحاد الاشتراكي ليس بالحزب العقيم، فيه مجموعه تاع الاخوات والاخوان يعني الاطر الكثر والشريفين والشرفاء الكثر. وحزب الاتحاد الاشتراكي معروف بالمغاربه، يعني ما تنقولش غير هو الحزب الوحيد اللي عطى مجموعه تاع المناضلين اللي ضحاو بحياتهم على مر السنين. لهذا ف يعني بحال بعد صحاباتنا تيقولوا يعني اسماء مهموره، بالعكس انا ما تنشوفهاش مهموره، لان هذا اولا تقصير من ناحيه الصحفيين لانهم ما تيبحثوش على الاخوان والاخوات الموجودين في جهه الطاقات الحزب الموجوده في جهه. ثانيا راك عارف حنا الاتحاد الاشتراكي معروفين اتحاديين بنكران بالذات، يعني نكران بالذات، واللي سهل التبوؤ ديالي لهذا المرتبة يعني فضل يعني ديك الانجازات، فك العزله على الجهه الشرقيه اولا في اطار ديك الانجازات اللي كانت في حكومه تاع عبد الرحمن اليوسفي، لوتوروت وديك الشيء سهلت لنا الماموريه تاع التواصل، يعني التواصل ما بين المركز والجهات، يعني هادشي ما يعني كل الاتحاد الاشتراكي شباب وبنات ونساء كلهم اطر.
غير حنا معروفين بنكره الذات، يعني الا كانوا شي اخوات معروفين على الصعيد الوطني يعني هذا ماشي الخطا ديالنا، يعني حنا تنكروا الذات وتخصيصا تاع الصحافه. لاله ابتسام الفكره وصلت لاله ابتسام هي يعني التبوؤك مكان ديال وكيله اللائحه اكيد غتكون الصوره ديال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه. حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه هذه الخلفيه اللي من ورانا فيها تعدد فيها رقم خمسه بشكل هذا كبير، 55 كفاءه، 555 تدبير، شنو الدلاله ديال هاد الخمسات اللي تكثروا بهذا الشكل هذا؟ الاتحاد الشراكي للقوات الشعبيه غيخوض غمار هذه الانتخابات التاليه تاع 7 اكتوبر 2016 بشعار رقمي مفعم بالدلالات، 55 كفاءة، 555 تدبير، لأن هناك اختلالات جوهرية والبلاد لم تعد في حاجة إلى تضييع الزمن الحكومي ومحتاجة إلى جيل جديد من الإصلاحات للنهوض بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، ولهذا تقترح 555 تدبير من أجل هذه الإصلاحات، وهذا 555 تدبير تشرف عليها مجموعة تاع الأطر الكفئين تاع الحزب اللي خرجوا هذا البرنامج الحيز للوجود، وكعادته الاتحاد الاشتراكي حزب منتج هو قاطرة تاع القوى الديمقراطية الحداثية المغرب من حيث البرامج السياسية المفاهيم الارتقاء بالتاريخ الارتقاء بالخطاب الديمقراطية. السيدة النائبة المحترمة المحترمه تي غادي تكوني مع السيده لان هي زميله ديالك ليلى احكيم ف برلمانيه اضافه الى اربعه بالزملاء ديالكم اللي هما اللي كيشكلوا النواب ديال دائره اقليم النظر، واش ما كتشوفوش بانكم يعني ضروره بالتعاون مع رجال اعمال ديال المنطقه انكم تشكلوا واحد اللوبي من اجل الدفاع عن المصالح ديال الجهه؟ احنا داخل الشراكه الاتحاد الشراكي للقوات الشعبيه تنعملوا داخل الفريق البرلماني في مجموعه تاع الاطر، وغتكون من الاولويات ديالنا هو اقليم الناظور والجهه الشرقيه. يعني واش كان دائما في صلب الاهتمامات ديالكم انتوما الجهه الشرقيه؟ وتبوي هذه الرتبه يعني بان الحزب تيمشي بواحد الخطى جديده نحو مغرب جديد نحو جهاته جهات نافعه، يعني ما المغرب نافع وغير نافع ما بقاش، يعني التبوء ديال هذا هادي تتعطي اكثر من دلاله. اكيد لاله ابتسام انت عايشه في مدينه تزايد، مدينه تزايد مجرد سماحه الخبر ديال الدكتوره ابتسام وكيله اللائحه في حزب الاتحاد الشعبي الوطنيه، الكل يعني بقى كيتناقل الخبر داخل المدينه، الكل فرح بهذا الخبر هذا، شنو كابنه لهذه المدينه شنو ممكن تقدمي لهذه المدينه وشنو تقدمي للساكنه ديالها وشنو تقولي لهم؟ نشكر سكان مدينه تزايو على هذا الدعم ديالهم والمسانده ديالهم ليا. ثانيا تنقول لهم يعني انا ابنه مدينه تزايو، يعني ما غنتخلاش على مدينه تزايو، غتكون الاولويات والمشاكل نتاع مدينه تزايو هي تكون مشاكل نتاع مدينه تزايو هي الاولويات بالنسبه ليا، وتدعوهم الى التصويت بكثافه على حزب الورده، على مغرب متجدد، على جيل جديد، 55 كفاءه، 555 تدبير. لاله ابتسام كاين شي كلمه اخيره تقدميها لنا المغاربه كافه باعتبارك وكيله ديال اللائحه ديال الاتحاد الشراكي عبر بوابه زيو سيتي بوان اللي توجهها لنداء المغاربه، شنو تقولي لهم انت الان دابا وكيله ديال اللائحه ديال الحزب عريق؟ ولا تنشكر زيو سيتي على هذه الاستضافه، وادعو من هنا ادعو الشعب المغربي الى التصويت بكثافه على حزب الورده، على الامل المستقبل، على مغرب المتجدد بشبابه ونسائه واطره، صوتوا على الورده 55 كفاءة، 555 تدبير. إذا مشاهدينا الكرام باسمكم جميعا نتوجه الشكر للدكتورة ابتسام الراس النائبة البرلمانية المحترمة لخمس سنوات المقبلة، ونتمنى غادي يكون هذا باب لها يعني تسلق مراتب ومسؤوليات أخرى على اعتبار معرفتنا الشخصية بها، يعني إنسانة بهذا المفهوم هذا تستاهل. لاله ابتسام شكرا جزيلا لك، شكرا على القبول، شكرا على الاستضافه، شكرا الى فرصه قادمه بحول الله، نشوفك في البرنامج ان شاء الله.